دلوقتي معانا البينس، تمام؟ تمام. اولا ايه هو البينس اصلا؟ قال لك هو الاورجن المسؤول عن التزاوج في الميل، الاورجن المسؤول عن التزاوج في الميل، تمام؟ قال لك جميل. قال لك تكوينه عموما، فهو بيتكون من 3 اسطوانات، ادي 1 2 3، 3 اسطوانات، جميل جدا. وطبعا الاسطوانات ديت يعني 3 اسطوانات طولية، تمام جدا. طيب قال لك بقى ايه، شايف انت اللي هو التيشو ده؟ قال لك التيشو دوت بيبقى مخصوص اسمه اريكتايل تيشو. ليه؟ قال لك ده تيشو قابل للانتصاب. تاني اسمه ايه؟ اريكتايل تيشو، تيشو قابل للانتصاب. جميل. طيب ال3 اسطوانات بقى هما ايه؟ قال لك واحده في السنترال اسمها كوربس سبونجيوزم، جميل. قال لك واتنين لاترال اسمهم كوربورا كافيرنوزا. تاني كوربورا كافيرنوزا، تمام؟ تمام. يبقى انت دلوقتي اتكلمنا قلنا ايه؟ تلات اسطوانات، ماشي؟ وان هو عضو الجماع او الزواج عند الميل، جميل جدا. عبارة عن ايه؟ واحدة في النص واتنين على الطرفين. واحدة في النص اسمها كوربس سبونجيوزم، اتنين على الطرفين اسمهم كوربورا كافيرنوزا، تمام. بدأ هنا بقى يقسم لك البينس، يعني مثلا قال لك ان هو له روت، له بادي، له حاجة اسمها جلانز، جميل جدا. طيب البينس دوت بقى، تعالى نتكلم عن الروت بتاعه. قال لك الروت بيتكون من بلب و تو كرورة، ده كده الايه؟ ده كده الروت. تاني بلب اوف البينس تو كرورة، تمام؟ قال لك جميل. طيب البلب دوت، قال لك ما هو ده الجزء البروكسيمال من الكوربس سبونجيوزم اللي هو كان في السنترال، اللي هو كان سنترال، اللي هو كان في السنتر، تمام. طب والاتنين التانيين، ما هم دول كده الاتنين اللاترال اللي هم كان اسمهم كوربورا كافيرنوزا، تمام. قال لك جميل. يبقى تاني التو كرورا اللي هم من مكونات الروت اوف البينس، هم عباره عن ايه اصلا؟ قال لك البروكسيمال بارت اوف الكوربرا كافيرنوزا، جميل. طب والبالب اوف البينس؟ قال لك عباره عن البروكسيمال بارت اوف الكوربس سبونجيوزم، جميل جدا. بحيث زي ما انت شايف كده تلاقي ان الكراس ده والكراس ده اللي هما التو كرورا يعني ماسكين فيه البيوبيك ارش، ماسكين فيه البيوبيك ارش، جميل. في حين ان البالب ماسكه فين؟ قال لك ماسكه في دي، عباره عن ممبرين اسمها ايه؟ اسمها بيرينيال ممبرين. تاني تو كرورا وواحد بالب، التو كرورا ماسكين في البيوبيك ارش بيكملوا بيه كوربورا كافيرنوزا، البالب تمسك فيه بيرينيال ميمبرين بتكمل بيه كوربس سبونجيوزا، تمام. اهو برضو نفس الكلام بالظبط، جميل جدا. نخش بقى على البادي. ان كان الروت كان ثابت وكنا بنقول ان ده ماسك في كذا وده ماسك في كذا، فالبادي جزء من الاجزاء بتاعت البينس اللي هي تعتبر فري، تمام. قال لك جميل. قال لك اولا هي تغطى بالجلد وبتتكون من نفس التلاتة، الكافيرنوزا والسبونجيوزا، تمام. قال لك جميل. ولكن بقى عندك الكوربس سبونجيوزم، الايه؟ الكوربس سبونجيوزم، تمام. اللي هي ايه؟ اللي هي دي اهو، ادي البلب هنا هي ومكملة اهي، تمام.
وهنا باين واحدة بس من ايه، من الكافرنوزا. تمام. قال لك بيحصل لها اكسبانشن اللي هو الوسع ده، تمام، فيما يسمى بعد كده بالجلانز. تمام، يبقى ايه هو الجلانز؟ عبارة عن اكسبانشن لحتة من الكوربرا، اسف، الكوربس سبونجيوزم. جميل جدا. وطبعا بتكون مغطية بقى اوفر، يعني لايه؟ للاند، الديستال اند بتاعت الكوربرا كافرنوزا، اللي هما الاتنين. قال لك تمام. وبعد كده بعد عن ده كله، وراح بقى يتكلم عن ايه؟ عن الاكسترنال يوريثرال اوريفس. يتكلم عن ايه؟ فتحة الاكسترنال يوريثرا. جميل جدا. قال لك هي عبارة عن شق سهمي، فتحة سهمية، شق سهمي. جميل. في التب بتاعت الجلانز، تمام، بحيث ان الانفيريور مارجن بتاعت الاوريفس مكملة مع الميد لاين بتاع البينس. وزي ما انت شايف كده في الميد لاين هنا في ايه؟ ريف برضو، عاملة زي اللي هي فين؟ اللي هي تحت في السكروتم. بسبب ايه؟ بسبب برضو ان حصل فيوجن برضو اثناء ما الفيتاس كان بيتكون. قال لك جميل. فانت عندك دلوقتي ان الانفيريور مارجن بتاعت الاوريفيس مكملة مع راف في الميد لاين. الراف ديت سببها ايه؟ قال لك بسبب فيوجن اثناء عملية اللي هو تكوين بقى اليوريثرا والجلانز وهكذا أثناء الفيتوس. تمام، تكوين الفيتوس. وبعد كده بقى يرجع يكمل معانا يتكلم عن الجلانز. فاهم قايل لك ايه بقى؟ قال لك ان البيز بتاعت الجلانز، تمام، وسعت وعملت لك حتة مرتفعة. تمام، اسم الحتة المرتفعة دي ايه بقى؟ قال لك ذا كرونا اوف ذا جلانز. The corona of the glands. اي corona of the glands، اللي هي الحتة ايه؟ المرتفعة دي. تمام؟ قال لك جميل. طب اي حتة مرتفعة اكيد في وراها حتة منخفضة. قال لك ان الحتة اللي عاملة depression posterior للكورونا بتاع الجلانز اسمها النيك اوف الجلانز. تحتها برضه اهي النيك اوف الجلانز. جميل. قال لك في الطبيعي بقى ايه؟ قال لك في الطبيعي ان النك بتاعت الجلانز بتكمل لك بالسكين بتاعتها، تمام، وتقوم طالعه فوق الجلانز زي ما انت شايف هنا كده. ادي السكين، معلش، ادي السكين طلعت فوق الجلانز، وبنسمي الحته دي بريبيوس. بريبيوس بريبيوس. تمام. قال لك جميل. قال لك المفروض ان هي بقى بتتشال، تمام، خلال السيركمسيشن. جميل جدا. يبقى احنا حتى انا اتكلمنا عن ايه؟ اتكلمنا عن البينس وان هو عبارة عن تلات اسوانات. وايه هم؟ جميل. دخلنا على الروت وقلنا ان في الروت الحاجات ثابتة فماسكة في حتت معينة، والحاجات ديت اساسا اللي هم التلات اجزاء دولت مكملين اصلا، تمام، بالتلات اسطوانات. تمام. قال لك جميل. وبص هنا كده، ادي الجلانز، ادي الكورونا بتاعت الجلانز، وطبعا المفروض ان في تحتهم الايه؟ النك. بعد كده بقى البادي، وبيتكون من ايه؟ تمام. قال لك جميل. وطبعا بيغطى بالسكين، حاجه اكيد ده جزء خارجي فبيغطى بالسكين. بعد كده دخلنا في اليوريثرال اوريفيس، الاكسترنال يوريثرال اوريفيس، وقلنا ان التكمله او هي المارجن بتاعتها اللي تحت مكمله مع الراف. حصل. وبعد كده اتكلمنا عن ايه؟ بقيت بقى الجلانز وان البيز بتاعتها عامله ازاي، وان في حته اسمها كورونا اوف الجلانز وتحتها النيك، والنيك بيكمل منها السكين اللي اسمه بريبيوس اللي انت المفروض ان انت بتشيله عن طريق السيركمسيشن. جميل. قال لك جميل. بعد كده بقى قال لك ان البينس له
ليجامنتس ماسكية. جميل. قال لك اولهم واحد اسمه سسبنسوري ليجامنت اوف ذا بينس. سسبنسوري ليجامنت اوف ذا بينس عبارة عن ايه؟ تثبيت. جميل. قال لك والله بيمسك لك جزء اللي هو البادي اوف البينس من منطقة البيز، تمام، بيمسك لك البيز اوف البادي اوف البينس، تمام، بحيث ان هو يثبتها لك. طيب بيثبتها في ايه بقى؟ قال لك ان السسبنسوري ليجامنت دوت بيمسك فوق في السيمفيسيس بيوبس. جميل. قال لك ماشي. طب ومن تحت بقى، يعني هو ازاي ثبت لك بقى البيز بتاعت البادي؟ قال لك بص، هو بيطلع من السيمفيسيس بيوبس وبعد كده ينزل يتقسم لاتنين زي ما انت شايف هنا كده. قال لك حصل. وبعد كده يقوم ماسك لك في الديب فاشيه بتاعت البينس. يعني البينس برضو له ديب فاشيه، يعني ايه؟ سكين وديب فاشيه، تمام. هيمسك فين؟ في الديب فاشيه. ومن فوق هيمسك فين؟ في السيمفيسيس بيوبس. جميل. طيب نخرج بقى عن الموضوع ونبص هنا كده بصه سريعه. ده الايه؟ الانتيريور ابدومينالول. حصل. قال لك شايف الخط ده كده؟ شايف مشاور لك فين؟ قال لك المنطقه دي كده حته اسمها لينيا قلب. لينيا قلب، لينيا قلب، تمام. فين؟ في الانتيريور ابدومينال وول. جميل. طيب تعالى بقى نكمل هنا ونشوف احنا ايه قلنا الحوار ده ليه. قال لك الليجامنت التاني بتاعنا اللي هو الفاندي فورم ليجامنت جاي من فوق من حته اسمها اللينيا قلب بتاعه الانتيريور ابدومينال وول اللي احنا لسه شايفينه من شويه. جميل. وبرضه ينزل ويتقسم زي ما انتوا شايفين بقى المرادي اللي فوق ده، تمام. نزل وانقسم وعدى على جانبي البينس، وبعد كده نزل ومسك فين بقى؟ قال لك مسك في السكروتال سيبتم، تمام. السكروتال سيبتم دي اللي هي كانت فين؟ اقول لك فاكر السيبتم اللي كانت بتطلع من اللي هو المصل اللي اسمها دورتس ماسل اللي كانت في السكروتوم. قال لك جميل. يبقى انت دلوقتي عندك تو ليجامنتس، واحد اسمه سسبنسوري ليجامنت، سسبنسوري ليجامنت اللي هو اللي جوه، تمام. السسبنسوري ليجامنت ده بيعمل ايه؟ قال لك جاي لك من السيمفيسيس بيوبس من فوق، تمام، لفين؟ قال لك يخش يتقسم لاتنين وبعد كده يقوم ماسك في الديب فاشيه بتاعت البينس. جميل. طب والفاندي فورم بقى؟ قال لك الفاندي فورم جاي من فوق، بس من فوق قوي، جاي لك من لينيا قلب في الانتيريور ابدومينال وول ويتقسم برضو لاتنين، بس هنا الاتنين هيعملوا ايه؟ قال لك بيعدوا من على جانبي البينس ويمسكوا تحت، تمام، مع السكروتال سيبتم. جميل. او كده البينس خلص، ما فاضلش فيه غير ايه بقى؟ البلاد سبلاي، الليمفاتيك درينج، ونيرف سبلاي. حاجة الارتيريال سبلاي في البينس هم خمسة، احنا هناخد اتنين لوحده، بعد كده اتنين لوحدهم، والاخير هنسيبه لوحده خالص. طيب اول واحد اسمه دورسال ارتري اوف البينس، ماشي فين؟ قال لك والله شايف الجميل اللي قدامنا ده؟ هو ده كده. قال لك حصل، بحيث ان هو واحد على كل جهة زي ما انت شايف في الرسم، ماشي على الدورسم اوف البينس. حصل. تحت
الفاشية بتاعت البينس. جميل. وهو ماشي يقوم عامل لك بريفوريشن لمين؟ قال لك للكورباس كافيرنوزم، للكافيرنوزم يعني. وبعد ما يخشها يقوم فاتح في سبيسز جوه اسمها كافيرنس سبيسز. يبقى تاني انا مشيت اتنين. جميل، واحد في كل ناحية على الدورسم اوف البينس، تحت الفشية بتاعت البينس، ودخلت جوه الكافيرنوزم، وفتحت جوه كافيرنس سبيسز. طيب قال لي وغير ده كله كمان انا كمان بوصل لحد الجلانز واروح اغذيها. جامد جدا اهو، واحد ماشي على ايه، على الدورسال، ووصل يعتبر في كل حتة. جميل، نخش على التاني، الديب ارتري اوف البينس. قال لك انا برضو ماشي اتنين، واحد في كل جهة. حصل، ماشي بقى في السنتر بتاع الكوربس كافيرنوزم. بس لا، انا مش دخلت في النص كده زي التاني، ده انا داخل من البداية، من الروت. حلو، من الكراس. فاكرين انت الكراس ساعة ما كان ماسك في البيوبيك قرش؟ حصل، فانا كده واحد في كل جهة، دخل من عند الكراس بتاع البينس، ماشي، مشي في السنتر بتاع الكافيرنوزم، غذى الايه بقى؟ قال لك الخلايا القابلة للانتصاب، الاريكتايل تيشو اوف الكافيرنوزم. شوف، حدد لك كمان في الكافيرنوزم، لان هو ماشي فين في الكافيرنوزم. جميل، ادي كده اول اتنين. نخش على الاتنين اللي بعده، واحد الارتري اوف البلب، اتنين اليوريثرال ارتري. طيب ارتري اوف البلب يبقى هيكون فين يعني؟ قال لك انا رحت دخلت من عند البلب. وعلى فكرة انا برضو اتنين زي اخواتي، واحد في كل جهة، بس في كل جهة من ايه بقى؟ قال لك انا واحد في كل جهة من اليوريثرا. جميل، طب بتغذي مين يا عمنا؟ انت دخلت جوه البلب ماشي على جهتين من اليوريثرا، هتغذي مين بقى؟ قال لك هغذي البلب، وهاخد معايا النص الاولاني من الكوربس سبونجيوزا. جميل، طب واليوريثرال؟ قال لك انا كيوريثرال فانا برضو ماشي اتنين، واحد على كل سايد، وماشي جوه الكوربس سبونجيوزم. ما هي اليوريثرا ماشيه فين اصلا؟ ما هو جوه الكوربس سبونجيوزم، فانا ماشي فين؟ جوه الكوربس سبونجيوزم. طب هتروح تغذي مين؟ قال لك هغذي الكوربس سبونجيوزم اللي انا ماشي فيها، واساسا انا جاي باسم يوريثرال، فانا هغذي اليوريثرا، ومش اي حاجه من اليوريثرا، ده السبونجي يوريثرا اللي ماشيه جوه الايه، الكوربس سبونجيوزم. جميل، وبعد كده حاب يقول لك بقى معلومة كده ملحوظة، انا الاربعة اللي فوق دول كلهم كان اصلهم من الانترنال بيودندال ارتري. فاكره؟ ارجع راجل على ايه، على البلاد سبلاي بتاع السكروت. طيب نيجي بقى على السوبرفيشال، المجموعة اللي هو لوحده كده مجموعة. قال لك والله انا كسوبرفيشال دورسال ارتري، فانا جاي من السوبرفيشال اكسترنال بيودندال ارتري. ده هام و100 نقطه، ونرجع نشوف السوبرفيشال هناك. عمرنا ما قلنا سوبرفيشال عشان كان دايما معاه الديب، انما هنا اول مره يقول لي سوبرفيشال بس. لا، يبقى ناكد. تمام، يبقى السوبرفيشال دورسال ارتري جاي من سوبرفيشال اكسترنال بيودندال ارتري، على عكس التانيين كلهم كان اصلهم انترنال بيودندال ارتري. جميل، قال لك انا برضو ماشي واحد على كل سايد. اقول لك على حاجه كمان
انا كاسترنال بيودندل زي ما انا كنت وريتك في الرسمه، فانا خارج من الفيمورال ارتري، حصل وانا عارف. هتروح تسبلاي مين؟ الباقي اللي فوق كله عرفنا هيسبلاي مين. انا هسبلاي سكن وفشي، سكن وفشي دي حاجه لوحدها اهو بعيد عن الباقي كله. يبقى عندك دورسال ارتري، ديب ارتري، الاتنين دول مع بعض. ارتري اوف البلب، يوريثرال ارتري، الاتنين دول مع بعض. والاربعه كلهم من الانترنال بيودندل. خمسه بقى لوحده سوبرفيشال دورسال ارتري، من السوبرفيشال اكسترنال بيودندل ارتري. جاي غزي مين؟ سكين وفاشيا. اصله مين؟ فيمورال ارتري مع الديب، حصل. ندخل بقى على الفينوس درينج. جميل، وهنبدا باخر واحد كنا انتهينا بيه، السوبرفيشال دورسال فين. جميل، قال لك ايه؟ شايف الاخ الكبير اللي موجود ده؟ شايفه؟ قال لك احنا هنتكلم عنه دلوقتي. اولا انا ماشي على الدورسم، حاجه اكيده. ثانيا ماشي في الميديان بلين، في النص بالظبط. ثالثا انا ماشي سوبرفيشال للفاشية بتاعت البينس، فاشية بينس. اكتر من كده بقى، انا كنت واحد قدامك اهو قال لك انا هروح هوصل لحد السيمفيس بيوبس واتقسم اتنين، بحيث ان كل واحد يروح على السوبرفيشال اكسترنال بيودندال فين اللي في كل ناحيه. تاني، ما هو السوبرفيشال اكسترنال بيودندال فين في واحد يمين واحد شمال، فقام هو جاي لحد السيمفيس بيوبس وقال لك انا هتقسم اتنين عشان كل واحد ايه يخش في حته. جميل، وطبعا احنا عارفين ان الاكسترنال بيودندل يروح على ايه؟ جريت سافينس. طبعا، قال لك جميل. بعد كده بقى قال لك انا او الفين انت هتاخده اهو، قال لك انا مش كنت نفس الاسم دوت كان بيغذي السكن، انا هاخد برضو من السكن. وطبعا احنا عارفين ان البريبيوس كانت برضو طبقه من السكن من النك، راحت غطت ايه؟ الجلانز. جميل، فهو كده هيعمل لك درينج لمين؟ البريبيوس والسكن اوف البيبس. طيب ندخل بقى على التاني اسمه ديب دورسال فين. قال لك انا زي اللي فوقي بمشي في الميديان بلين، زي اللي فوقي بمشي على الدورسم اوف البينس، ولكن انا ماشي تحت الفاشيا بينس، ماشي ديب للفاشيا بينس. تمام، وطبعا انت فاكر من الرسمة اللي انا كنت وريتها لك، تمام، اللي هي بتاعت الديب ارتري، اسف، الدورسال ارتري، كان الدورسال ارتري واحد على اليمين واحد على الشمال وفي النص فين. تمام، ادي الفين اهو، يبقى الديب دورسال فين على يمينه دورسال ارتري على شماله دورسال ارتري. قال لك وبعد كده هلاقي ان في جاب ما بين البرينيال، الايه؟ البرينيال ميمبرين اللي هو ده، تمام، والسيمفيسيس بيوبس. بالظبط بين ايه وايه؟ قال لك اللور بوردر بتاعت السيمفيسيس بيوبس، الابر بوردر بتاعت البرينيال ميمبرين، حاجه اكيد اهو. قال لك جميل، قال لك انا هعدي منها علشان اخش البلفس وانتهي جوه بلكسس اسمها البروستاتيك بلكسس اوف فينز. تمام، بروستاتيك بلكسس اوف فينز هينتهي فيها مين؟ الديب دورسال فين. السوبرفيشال دورسال فين كان بينتهي فين؟ قال لك سوبرفيشال اكسترنال بيودندل فين اللي بيروح بعده فين؟ جريت سافينس، حصل. ندخل على الليمفاتيك. قال لك والله السكن بيروح يعمل ايه؟ بيروح للسوبرفيشال انجوينال، والجلانز بيروح للديب انجوينال. طيب نخرج بقى بره الاثنين دول ونسيب ده لوحده، يبقى دول كده مع بعض ونسيب ده لوحده عشان بس في المذاكره، ده انك اربط الحاجات مع بعضها.
الديب ستراكشر اوف البينس، بتروح تعمل درينج فيه الانترنال الياك ليمف نودز، انترنال الياك ليمف نودز. تمام. اخر حاجه معانا النيرف سبلاي. طيب ناخد الاول سمباثيك وباراسمباثيك. حلو اهو، ادي بارا ادي سمباثيك. السمباثيك شغال ليه؟ قال لك عشان الايجاكيوليشن. تمام، اللي هو بقى ايه، خلاص انت بتخرج الايه السائل المنوي، حيوانات منويه وهكذا. طب الباراسمبثاوي، قال لك الباراسمبثاوي جاي من اس 2 3 4. ليه؟ قال لك علشان اقوم عامل لك فازو دايلاتيشن للكافيرنس سبيسز، فيساعد على الانتصاب الاريكشن. ما انت لما تفضي وتوسع هيحصل ايه؟ هيحصل انتصاب. طيب يبقى الباراسمبثاوي مسؤول عن الانتصاب، السمباثيكوي مسؤول عن ايه؟ افراز الحيوانات المنويه، ايجاكوليشن. جميل، تعال بقى نخش على الاثنين التانيين. قال لك والله اصلهم واحد، بيودندال نيرف، بيودندال نيرف، ولكن واحد طلع منه دورسال نيرف اوف البينس، ده هيروح للسكن. جميل، والتاني اسمه بيرينيال برانش، بيرينيال برانش هيروح لعضلتين، واحده اسمها بالبو سبونجيوزز. عارف انت البالب والسبونجيوزم؟ بالبو سبونجيوزز، الاتنين مع بعض يعني. تمام، اللي هي هنا دي مش هقول لك عليها. قال لك ماشي، زي ما انت شايف كده هي مغطيه ايه؟ مغطيه البلب وجزء من ايه؟ الاسبونجيوز. جميل، تعال بقى انزل الى الاسكيو كافيرنوزس، مغطيه مين؟ عارف انت الكراس اللي هو واحد هنا واحد هنا، هي دي. تمام، اسمها ايه بقى؟ اسكيو كافيرنوزس. وانا شفت ناس بتقول ان ايه، اصل الكراس كان بيبقى ماسك في ايه، حته ما بين اللي هو ال، معلش يا لطه. طيب قال لك ايه؟ قال لك اصل الحته ديت ناس بتقول عليها الارش بتاع ايه، بتاع البيوبيك والاسكيال. تمام، فهو هنا مسمي العضله اسكيو كافيرنوزس. تمام، قال لك تمام، وبكده تكون المحاضره خلصت.